فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يعلم العبد مقدار إهانته للشيطان وإذلاله لعدو الرحمن إذا قال من كل قلبه اللهم إني تائب إليك. ولا يعلم العبد ولو كان الذنب من أعظم الذنوب أنه إذا أقبل على الله مؤمنا بكتابه مصدقا بوحيه الذي جاء في الكتاب والسنة أن الله يغفر الذنوب جميعا، أنه إذا احترق قلبه بالندم واعتصره ذلك الألم ووجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مؤمنا مقبلا على الله وقال بلسان صادق أستغفر الله إلا تحاتت عنه الذنوب بوعد من الله علام الغيوب الذي يكشف الكروب ولا يرد عبدا صدق في الإنابة إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه.